النهاردة الحديث عن الأمن القومي والحفاظ عليه، وده بيتردد دلوقتي بشكل كبير، وده الحقيقة ده دور أصيل ورئيسي للقوات المسلحة، وهو حماية الحدود المصرية وتأمين الأمن القومي المصري ومصالح مصر. وانت بتمتلك القوة وبتمتلك القدرة انك انت تكون بتستخدمها بتعقل وبرشد وبحكمة، ولا تضغي، ما بقاش في طغيان، ما بقاش عندك اوهام بقوتك اللي موجودة. انا بقولها لينا كلنا، عشان يعني ساعات اسمع كده كلام يقولك مدام عندنا، يعني لا، انت عندك عشان تدافع عن نفسك، وعندك عشان تتعامل مع الظروف بعقل ورشد. اوعى الغضب واوعى الحماسة تخليك تفكر ابدا بشكل تتجاوز فيه. اوعى اوهام القوة، اوعى او انتبه ان اوهام القوة تدفعك انك تاخد قرار وتعمل اجراء تقول بعد كده ان انا ما كنتش دارس كويس. التطورات اللي موجودة في قطاع غزة، اسمحوا لي اقول لكم ان احنا بنقوم بدور ايجابي جدا جدا في احتواء التصعيد اللي موجود، بناس عجاهدين بالتعاون مع الاشقاء والاصدقاء والشركاء عشان نعمل حاجتين: احتواء التصعيد اللي احنا بنتكلم عليه ده، وايضا مساندة المدنيين بالمساعدات التي هم في احوج الحاجة ليها. مفيش مية ومفيش كهرباء ومفيش وقود وحتى مواد طبية ومواد إغاثية. احنا حصل خلال 20 سنة اللي فاتوا تقريبا 5 جولات صراع بين إسرائيل وبين القطاع أو حماس أو الجهاد الإسلامي وكان دور مصر دايما دور إيجابي في احتواء التصعيد وتهدئته، وبنقول في كل مرة حل القضية الفلسطينية هو من خلال الحل الدبلوماسي وحل الدولتين اللي بيعطي الأمل للفلسطينيين، وبيبقى بيوجد دولة لهم على أراضي 67 وعاصمتها القدس.